مساء الخير مساء النور هجر اهلا وسهلا احنا بندحرج جيت تماسي احسن تماسي اجدع تماسي اجمل تماسي احسن تقولوا نانا ناسي قولي كده نكشف عن عمرنا ما تكشفيش يا اختي انا اللي حكشف <applause> اهلا وسهلا شو شيبا ليلى ليلى مرحبا مساء الانوار سعيده عزيزي احسنتي قولوا انا ناسي ترن ترن احنا من دحرج التماسي أجمل تماسي أجدع تماسي أحسن تماسي أحسن تقولوا لنا ناسي دن دن, 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 دن. أهلا وسهلا ميرة ختام الزهرة مرحبا مساء الخيرات أكرم مرحبا هاي 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 على ميرة عاود تاني بدلات شنو لبستي هاديك العفريتة ديال الميرا عاوتاني تما رطق زطق الحمد لله أكرم وأهلا وسهلا يا ميرا يا حلوة تيرارا يا هلا وسهلا المنطل الحمر آي آي كتوجدي لرأس العام يا سيدي يا سيدي على الاحمر يا خديجه الحاجب اهلا وسهلا يا مرحبا يا اهلا وسهلا ورا بغيت نقول لك سرقتيها لي من فمي اميرة? حنان الحلوي وعليكم السلام زوره وعليكم السلام بغيت نقولك لك جلب الحبيب أهلا بالشاب الوسيم يا هلا وسهلا بيك بوكس يا مرحبا أشرقت ونورت <تصفيق> 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 لا بس ما احنا بخير ما جيتش بيج بوكس العشية كنت حالة كنا مجموعي اوكي 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 يا هاجر يا والله يا بيك بوكس حليت شي ساعه ونص ما شفتيش ايوا كيف والو عليك كاع قل قل قلت لهم راه بيك بوكس خدام داكشي باش ما دخلش ايوا العشيه جويه ديك الربعه هكاك أمم وراه كنا كنا مقصرين دابا يطيح لكم غدا مع ديك 12 ولا الوحده اللايف ديال اليوم وشوفوه كنت دايره على الابراج درت الابراج كاملين <applause> الله يعطيك صحة الله يعطيك صحة ابيك بوكس الهمه كل شيء راه تما ابيك بوكس الهمه كل شيء ارضوان الهمه كل شيء راه تما ارضوان الهمه كل شيء راه او هلاوه او هلاوه او هلاوه هلاوه ها الزين الصافي ها هو ها ها هو ها قطيب الخزران ها هو ها مولاي السلطان ها هو الحجوب عليك السي اتبارك تبارك الله عليك سيدي العاشق في النبي صلي عليه اللهم صلي عليك رسول الله أهلا وسهلا الريف ألا لا 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 بويا ألا لا 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 بويا اللي يراني يا رب اللي يراني بويا ألا لا لا بويا ألا لا 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 بويا اللي يا لا حنان مهداوي وعليكم السلام الحمد لله عاشقة نفسي مرحبا وعليكم السلام والرحمة يا أهلا وسهلا سارة ميلانو أهلا وسهلا سارة سارتا هلا بالخميس هلا 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 بالخميس هلا هلا هل <applause> <applause> يا مرحبا يا مرحبا الحمد لله سارة ميلانو نحمد الله ونشكره <applause> امينه ملياني وعليكم السلام يا اهلا وسهلا امينه ازيك عامله ايه يا اختي عامله ايه يا اختي <applause> لويزا اهلا وسهلا لويزا كيف حالك يعطيه عطيه العصير عطيه على عين عطيه اللي زغو به عطيه وو العصير عطيه لعيني عطيه واللي زغو به عطيه او هلوه 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 لا ما عندناش أمطار لا الجو زعما زوين عادي كاين داك البرد اللي الواحد يستحملو ولكن امطار ما فيش فيش امطار هيلتي إيه جميعا الله يعز شرف الحا ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هو كيجي خايب داك البرد بلا شتا ملي كيكون البرد والامطار كيكون كي كي زوين ولكن يكون البرد بلا امطار خايبه كنت كنت يا لويزا بعمل الفالات هذه قبل كنت كنحطهم على اليوتيوب ومازالين لحد الان انا ما مسحتهمش انا غادي نديرها لك دابا وغادي تشوفي لويزا كيفاش غادي يكون لويزا تسناو نجيبو عطري عطري يا عطري ترى اين انت اين وضعتك يا عطري طرريرا والتقينا تيرارارارا الله على لويزا وجدي راسك كندير على ثلاثة ديال الفئات كنقسم الكروت على ثلاثة فئات يلا فان شاء الله يكون خير يلا ركزي على لويزا أنا عطرت عطرت عطرنا وخير ان شاء الله وخير انتو ما تحتلش ايه كل والله انت في اوروبا اكرم في اوروبا هل انت في بلجيكا هولندا في الجزائر قالت له فتي عمري ما سمعتها طاح عندكم الثلج يا ميرة. طاح عندكم الثلج يا بصحتكم بصحت عقبالينا حتى حنا يطيح عندنا مزيان فغادي يكون هذا الفلا على حساب الفئات العمريه الفئه الاولى من 17 السنة حتى ل 30 الفئه الثانيه من 31 ل 45 والفئه الثالثه من 46 فما فوق يلا واجي نضرب لكم طر البندير الفئه الاولى من 17 ل 30 الفئه الثانيه من 31 ل 45 الفئه الثالثه من 45 فما فوق كندير القوم هادي كندير كندير نصرا هادي واش ندير كندير العمر غادي كندير انا ايوا دابا غادي نشوفو الفئه الاولى من ل لثلاثين سنه يلا وجدو راسكم اش طلعلكم لا 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 زادت بزاف الحالة شدي ولدك عليا شدي شدي يا خالة لا 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 زادت بزاف الحالة شدي ولدك عليا ماذا يقول لك الفان او يقول لك الفال يقول لك الفان عندك تطور مالي يعني تغيير من الناحية المالية زيادة في الاجر زيادة في فلوس اوكي سيقول لك من الحمارة للطيارة أهلا حنان حنان رقد كانت حنان أم أوكي فقلنا من الناحية المالية كين تحسن مالي وهذا التحسن المالي بحال الناس غادي يطمعوا فيك الناس غادي يبقاو يبغيو يستغلوك فرضي البال او رد البال لما تزاد عندك فلوس انك تبقى تبعزقها او تبعزقيها من هنا اللي يعني عرفي تصرفي في الاموال ديالك وما تخليش حد يستغلك خدي ديج اهلا وسهلا الشابه الفاتنه قال لك انت او انت معرض للسرقه معرض للاستغلال لكن ما شاء الله تبارك الله يعني ذكية أو ذكي كتحس بالواحد آه من النظرة الأولى عليك عين وحسد وخصوصا في اللقاءات في الاجتماعات في اللمات ومرة تانية كيزيد يأكد الفعل أن جايك مبلغ مالي كبير إذا كنتي خايفه او كنتي خايف من الاسحار من الطاقات السلبيه فكيقول لك الان ما عليك طاقات سلبيه او تاثير السحر ليس عليك الان كين اللي غادي يكون عندهم تغيير من مكان لمكان تغيير في العمل انتقال في العمل تغيير في السكن انتقال من سكن الى سكن جديد والبعض فيكم غادي تكون عنده عمليه جراحيه او عمليه تجميل والبعض فيكم غادي يكون مهتم بالجمال ديالو بالاناقه وكاين عندكم قريبا شراء شيء غالي كشراء سياره ذهب حاجه الكترونيه كهربائيه اتات موبايل لابتوب حاجه ماركه وكيقول لك سواء في العمل او في الادارات او في الدراسه عندك شهاده او رخصه او عقد غادي يساعدك عليه امراه سواء كانت الدراسه وكنتي كتقلبي على شهاده دراسيه غادي تساعدك امراه سواء كان عندك اوراق في اداره غادي تساعدك امراه سواء كان عندك عقد فغادي تسهل لك امراه او غادي يكون عندك عقد مع امراه يا لهوي تعال نشوف تعالوا نشوف اه المجموعة الثانية اللي من واحد ثلاثين لخمسة وأربعين سنة. لا 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 تبعدوني عنا لا بالغصب والإكراه لا 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 تحرموني منا لا هذا كبر ظلم والله قال لك السيادي المجموعه الثانيه اللي كتبدا من 31 سنه ل 45 عندكم سفر للخارج فالبعض سفر سياحه البعض سفر من اجل العلاج البعض سفر من اجل الاقامه والعمل والبعض سفر التحاق بالزوج او الزوجه اهلا عالم ام فيده يا مرحبا أه هنا بالنسبة اللي هي مغتربة أه عايشة في بلاد الغربة وكان عليك عارض فأنت تتشافين واللي كان عندها شخص أجنبي أو هو عايش برا الوطن ديالها فردي بالك من هذا الإنسان إلا كان الزوج ديالك ممكن يكون بيناتكم فرق طلاق ولكن تحط الأوراق ديالك من أجل الطلاق فالطلاق غادي يتم و كان هذا الحبيب ديالك اللي هو اجنبي او في بلاد بعيده فرضي بالك لان هذا الانسان باغي غير والمتعه صافي ولا اللومالي وتقرقي بالسطالي وكيقول لك الفرحة اللي كتفكري فيها قريبا الحاجة اللي نويتي عليها وكتفكري فيها قريبا غادي تحصلي عليها أهلا وسهلا صابغين إيمان لمي مرحبا فكذلك هنا اللي ناوية على الحمل فالحمل ديالك غادي يكون واللي حاملة عندها ولادة قريبة واللي كتسنى شخص غاب مدة طويلة غادي يبان واللي ما عندهاش حبيب تعارف جديد من ناحية المالية أمورك عادية مزيان آه هنا بالنسبة آه إلى كان الحبيب الزوج الخطيب الطليق قصير القامة فهذا الإنسان بلا ما لأن كل ما تبعتيه كل ما زاد تكبر كل ما زاد بعد عليك هذا الإنسان مازال زال كيفكر فيك وما كيحلم بك ولكن يدفع عليك كبير واللي عندها شخص متوسط القامة أو طويل فهذا الإنسان هذا قتلتيه راسو كيغلي نوطي ليه القوق في الراس مازال غادي يتصل بك وخركي كتعدي عليه وما كتعرفيش تتعاملي معاه الله يعطينا وجهك اهلا الما مساء الخير مساء النور حبيبة قلبي غادي نشوفو الفئه الثالثه من 46 حتى الفوق فما فوق بالكلالة <applause> <applause> كاين هنا شي حفلة غادي تحضريها خلال الأيام المقبلة أو 12 اليوم المقبلة عيد ميلاد طهور سبوع خطوبة حفلة زفاف صدقة فغادي تحضري السهرة أو ما شابه الصحه ديالك في تحسن يعني سبعين في المية غادي تكوني مزيانة مازال غادي ديري فحوصات طبية و اذا كان الاهتمام ديالك بشخص اللي هو متوسط القامه او طويل هذا الانسان هذا حتى انت هذا الانسان كتقهريه ما غادش يصبر لك راه غادي يبقى يتغير معك في التصرفات يعني غادي يكون حتى هو انتقادي غادي يكون كينكد عليك غادي يكون قاسي معاك في التعامل ولكن الاستمراريه راه كاينه هذا الانسان باغي يستمر معك وباغي يظهر معك ولكن كيما كديري ليه غادي يرد لك دقه دقتين يعني غادي يربي والديك بدا كيصبر لك كيصبر لك كيصبر لك, يصبر لك من الان فصاعدا غادي يربيك مزيان غادي يمشيك على العجين ما, طل... ما سمعتي قال إذا كان الحبيب ديالك الزوج الخطيب قصير القامه فهاد الانسان كيسمع الكلام ديال الام ديالو او الاهل ديالو يعني هاد الانسان واخا كينظر لك ومهتم بك العائله ديالو مسيطرين عليه السيطره الشامله طينيني بعد فيكم كاين شي واحد من العائله ديالك باغيك باغي يخطبك باغي يتزوج بك باغي يتقرب منك غادي تسمعي شي خبر بخصوص رجوع اذا كنتي مطلقه عندك رجوع مع الطليق ديالك الاخرىات غادي تسمعي شي خبر آه آه هاد الخبر هذا غادي يكون سبب في صلح عائلي في لمه شمل عائليه طيني ني. صافي ساليت ها آه موسم الحلزون حلزوني ت عفوا عفوا يا حياتي عفوا يا لويزا عفوا يا حبيبي يا حلين لا 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 سيليا ابي اهلا وسهلا واش من القراءه هذه صابرين على حسب الفئات العمريه درت القراءة على حسب الفئات العمرية فزلقي السهم للخلف شوفي السن ديالك فين جاف دوك الفئات الثلاث وتبعي عفوا يا أمينة ملياني يا حبيبتي يا حلوة انتي يا طعمة خرجت لك انا لويزا عجبك الحال وش تنطلب عليا وخا ما كنتش من اه تنطبق عليك نعم لقد نويتها على كل من دخل هذا الليف شكرا يا أمينة ملياني عفوا عفوا نعم. بو زيد بو زيد يا يا أهلا يا بو زيد كأنك ما غزيت يا أهلا وسهلا أبو زيدون عفوا خديدج نعم 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 عفوا موني تن تن ويا صحاب البارود. صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود انا مجنون مع المغربيات لا قول والله انا انت منين بو زيد انت من الامارات انت من, من من بلاد الشيخ زيد بن سلطان ال نهيان قول ويا صحاب البارد. صحاب البارد. نعم يا اهلا وسهلا يا مرحبا يا اشرقت كم من م من اماره في بلدكم حتى اتاكد انك من هناك <applause> واذكرهم لي كم من اماره واذكرهم لي دون ان تلجا الى قوقل بيك بوكس قالك خديجه البقره كنديرها حنان معداوي ولكن خصك تدفعي واحد المبلغ ديال خمسين درهم على ميزة سوبر شاط ونديرلك الفال بالاسم على حسب السؤال اللي عجبك أصحاب البارود <تصحيح> يا ولياني <تصحيح> صحاب البارود أصحاب البارود والكرابيلة يا أصحاب البارود أصحاب البارود دات لي من الحمارة للطيارة ساليتي معايا اصحاب <applause> البارون صحاب البارون صحاب البارون اول البار وخمسين درهم يا ابو زيد الواتساب 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 الفلفيه ب 250 درهم مغربيه بالنسبه لكم غادي تجيك غير جوج دراهم يا صحاب البارون صحاب البارون أصحاب البارود والكرابيله، أصحاب البارود، أصحاب البارود، أصحاب البارود والكرابيله، هينا ويانا هينا نعم يا ميرة. دلي هي أبشري.

علاش أبيك بوك اسكت أسكت وهرن وهرن وين البحر نتفكر ذاك النهار مزي يا على عيني يوهرن جاي وتشالي. اه, اه, اه وهي <applause> هي 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 وقولوا ليها تنساني وهي عقلت على النهار ميرة عقلتي فاش ما بغيتش كاع نحبس قولوا هي سبابي في عتابي هي سبابي في محاني فرسان العرب. اهلا وسهلا وعليكم السلام. يا مرحبا يا اهلا وسهلا. <applause> كتعجبني واحد الاغنية ديال الشاب خالد ولكني مشاولي الكلمات ديالك. كنت كتكتبها لي انا وغزالي. لا تفكرها. <applause> <applause> بختة اه كتبيها يا ألما بختة يوم الذي كيتي كيا لا 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 لولا لي نيت وحدة أخرى كتعجبني كانت كتكتبها ليا دل دل داري بغات النجلات بخته زينة لبنات العجاب الهواريه بخته نور تناديكي من بخته كي شنو كتبتي كيري كايه اه اللي كيرغبها مرادي <laugh> <applause> كتلسقيلي الحروف انتي تما لسقتيني الحروف شي عندي خربقتيني جبتها من جوجل وغير القعدي ولا كتعجبني حتى ديك الاغنيه ديال أغيرك القعدي ولا هالباب هل قدني صبر انا كل ليله غير القعدي ولا هالباب اي عذبتيني اهلا بيلا مرحبا غيرك وحدي ولا هالباب عاد قدني نصبر انا كل ليله غيرك ولا هالباب عاد كنبقى نصبر انا كل ليله أه قالك بيج بوكس بغاش بي كتبت لك <applause> حبيبي ما جاوبتي عوجوك عليا الغدار علاش غدرتي كفرية لا 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 لي عوجوك عليا غدر علاش غدرتي سنين وانا نبغيك سنين وانا نبغيك وجات وحيدة دارت بك حبيبي ما جاوبتي عوجوك عليا الخطر على شطرتي للي ليا للي جميل الأغنية ديال وعندي قلب واحد مني تنايا نهدي هلا اللي كان بغيه عندي قليب واحد مني انايا نهدي هلا حبيب اللي كان بغيه كرر وما يهمني حتى واحد قلبي أنا يا حرفي هو قلبي أنا حر أهلا عبد العزيز يا هلا وسهلا عبد العزيز الكويري أو قال 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 يا ودي غير جلسة انت كتعرف بلا ما تقولها لهم وعبد العزيز والكويري ها انت جالس وانت كتهضر المعرفه كاينه هنا غير هي هضر احنا كنهضروا جميع وكنتعرفوا جميع وكنضحكوا جميع وعندي قلب واحد تمنيت انايا نهدي هلا حبيب اللي كان وما يهمني حتى واحد قلبي انا حر فيه وقلبي انا حر فيه يا بنت بلدي عجبني عينيك يا بنت بلدي عجبوني عينك والقلب اللي فيك عجبوني عينك والزين اللي فيك إنس 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 عجبتك إنس إنس والزين اللي فيك قلبي كي بغيك يا بنت بلدي صغيرة ومزيانة تري قرية وفنانة أوه كاك حبيت أنا العرض وجود تتن قبط الحدود أقلبي عليها محرق العرض وجود تررر الهلي أقلبي عليها محرق أي أي من تبلدي تررر الهلي تريد الهلي

نسي ناس ترارا ميري يخترراري ميري يخ وميري غدا خزما هدا خزما هدا خزما والنور يوفين والنور في ما والنادي تمون ناسي ناس م -م -م ناس ناس ميريخ ميريخ وضع الغدا سي سيخزما هذا سي أيثما يمنك أيثما ما يمنك أيثما ما يمنك كيستهل نادي تروني ناسي ناس تهرى ناس ميريخ

ايوا بنتي. كتقول لي ماما. <applause> ياس ياس راجت لي مني كتسمع الصوت ديالي كتكون ويل هي? ايوة شفتي شتي هالشي زوجتي مشتي مفوجتي تيرل نل نل بنت اختي شكون هي قلت مزكه هي كان مزكه راه غادي نبلوكيك انت راه قلنا لك هضر مع عباد الله لكني ما بقيتي دائما في نفس شنو قالوا لك هضر معنا هضر معاهم صافي تجمع مع عباد الله حنا كنهضروا ويلي قلنا له هضر مازال عاد كيقول بغيت انا وحدي في برا و ايه البسانات هذاك بيك بوكس ما عم؟ لاش عندك هداك الكلام مونيت دابا انت بحال قبيله راه كان خصك تشوت بحال هذيك اللي ماما اي كان مريض اور نو اي اي سي فور يو كان يو مريض وحده قبيله استفزتك طيرها ديلا لا باو لي ما عرفت شنو كتسحب انا ما بغيتش نبلوك يا راس صابره عليها كانت, كانت سنة ولكن كانت الهضره مو ساع ديال باو طيرها وجالسه كنقولها لك وكاع ما فهمتي من عادي لا ليه اللي ما كيحترمش راسو طير والدي. لودي 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 ها عارفه غادي نشوفو يو سي دي كارد يا غونا ديز كارد اف اي اي بوت هير ناين كارد اف ديسكارت، ابي اباري اباريت شنو هي تظهر شنو هي تظهر بلونغلي انقيدوني انقيديني يا خديجه يا بي اذا ظهرت يلا قولوا لي بلونغلي اذا ظهرت الورقه تحياتي وتقديري تحياتي وتقديري شوز Show, choose he the. If uh, this card uh, you show this card uh, here, uh, you have you you may be uh, married in uh, twenty twenty four. This card, okay this, this. Now, Guna, Guna, if you have. <laughs>

No marriage, نو 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 حبيت حبيت سمراء عاكستني ظروفها لا هي شفتني ولا انا 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 راح اشوفها وعمر يا معمر العمار وعمر حارتنا يابا ammer but uh, it's not uh, finally you have uh, not a uh, husband no maybe did uh, they change your uh, <laughs> your uh, your <laughs> your chance change okay لودي لودي حاضر يا لودي يلا اه في الدراسة حاسة طاقته سلبية أبعرف نوايا ونصيحة كيف أتعامل معه أفضل أوكي حاضر حاضر يا حب الكبير تيراراري تيرارارا وبين الذكرى تيرارا في صهر القلب الملهوف فيه نتقابل بكره فان شاء الله يكون خير يا لودي

فغادي يكون هذا الفال ديالك وهذا الحظ ديالك مع ونشوفوا هذا الانسان هذا نيتو كيف ينظر لك انسان جيد او لا

انه يكون معاك الانسان هذا غيور جدا اوكي <applause> الانسان هذا موجود في خطك يوم من ناقصه اين هي الكروت <applause> السقوف بعضياتهم الكارطه تلصقوا في اوكي الكارطه ديالك ناقصه فشوفي يا حياتي يقولك لك هذا الانسان هذا مهتم بحظك ومهتم بك وانسان يبغي يبذل مجهود حتى انه يعجبك او يكون عند حسن الظن ديالك والانسان هذا بيغار والانسان هذا فيه حاجات بينك وبينه زوينه حلوه يعني كاين حاجات ايجابيه بينك وبينه يعني الا بغيتي تهضري مع هذا الانسان او تستمري معاه في الكلام استمر لحد الان كويس اوكي انسان اللي دائما طموحاته كبيره دائما كيشوف للحاجات الجديده كيشوف للمستقبل بنظره ايجابيه لا ينظر الى الوراء ولا يفكر ما مضى ولا يهمه ما مضى كيهم الان وما هو ات أوكي؟ فالانسان هذا يعني لساته في طريقك مزيان الفال كيقول لك ايوا كلميه هضري معاه عادي مزيان ولكن باش نقول لك زواج كين خطوبه معاه كاين دابا ما كيبان والو غادي نعاود لك مره اخرى ونشوف شنو غادي يطلع لك معاه لكن من غير هذا الشيء راه كاين شخص ذو منصب اللي مهتم بيك وباغي المعقول او يحب الجد وانسان ميسور ما الحال مازال حيكون بينك وبينه كلام اوكي وبالنسبه للسكن للعتبه حيدخل شخص من برا اجنبي او جاي من سفر دخوله لعندك للعتبه حيسبب شويه ضغوطات نفسيه عليك يعني حيضغط عليك الشخص هذا اوكي اما بالنسبه للعمل امورك كويسه ما فيش حاجه كده يعني تخوف ولا غادي نعاود لك مع هذا الشخص هذا ونشوف بدوري

والناس عنا هتتسأل منه هذا حبوبي منه هذا حبوبي حبوبي من حق يتباها يباهي الورود دبلون حبوبي من حق يتباها يباهي الورود دبلون والناس عنا هتتسأل وحبوبي وحبو بيه هادي انتي م -م. وهذا الحظ ديالك معامل من قالك مش زواج باش زملاء ومرات يضايقني بتصرفاته وهيك ويغار اذا اشتريت شي او احصل درجات اعلى حاضر <applause> اوكي فشوفي اا أه حشوف لك مع الشخص هذا العمل كيف ينظر لك في العمل، فعلى العموم هو انسان ليس بالسيء، ليس بالسيء واحد الساعة حتى نسالي نعاود نتصل صافي؟ أويلي أنا سير 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 تا 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 خلينا نشوف شوف يا لودي على العموم عجبتك <applause> رجعت سالودي زمان زمان منين ارمينيين ولا ما نعرف دابا المهم قلنا لودي الشخص على العموم هو انسان جيد ولو فيه شوية غيرة ولكن طيب طيب يعني أن يصيبك بأداء أو فهو طيب هنشوفك هنشوفك دابا في العمل فغادي يكون هذا الفل ديالك ونشوفه في العمل مع هذا الانسان هذا واش فعلا يكرهك او شكرا يا ايمان يا حلوه بنتي اللي بتعصبي ليه بتعصبي ليه والله هنا الانسان الا زوين حبوب حبوبي حبوب حبوب يدلل الكل معجب علاش هاد الكارتة لاصقه ناقصه فين مشاو الكارطات الاخرين عيدي وانا في البحر في الصحراء مشات هاد اللي فين مشات الاخرين نجيب لكم شي كارطه اخرى جديده ها هي دي شوفي يا بنت الناس انا فقير دراهم يومي معدو شوفي آه الانسان هذا وجواته انسان حلو انسان كويس كان عامل زي الطفل اوكي كأنه الطفل الصغير ولكن في العمل راه أنت اللي تعصبه يعصب وينرفز ولكن إنسان عملي شوف أنت فين جيتي يعني حتى أنت مش سهلة يعني حتى أنت بتعملي أشياء اللي تخليه يكون بالشكل اللي يظهر لك عليه مش سهلة انت فيمكن هو يبدل مجهود كتير أه أكثر وانت عطائك شوية قليل فلهذا الشيء مثلا يكون كيغار أو هو بيعمل والعمل ديالو ما, ما كيعطيش <applause> كأنك أنتي ما مجهود وأمور كويسة وتدخلي وقت ما بدك وتخرجي وقت ما بدك والأمور عندك كويسة وهو مسكين يعمل يعمل ليل ونهار و وكذا وفي الآخر يدلو يقولوله روح يا خويا إيه هو هو مسكين يعني على طبيعته يعني انسان ما فيهش الدغل ما فيهش التحرميات كي كنقول مش حرامي فهمتي والله الرجل كويس وما عندوش ما عندوش حظ ما عندوش حظ في الشغل والله ولكني هو انسان كويس يعني كويس ما تخافيش منه مناش مناش خايفة انتي قلت والله <montage> مغلوب على امر المسكين هو ما ناشاي. ما اقدر اجلس اراعي كتير عندي حياتي مستقبل وفكر في نفسي الصراحة الله مسكين مغلوب على امره يعني انسان انا منيش امه عندك الحق والله عندك الحق والله عندك الحق مز... تفكيرك عجبني يعني ماشي ضروري اننا نحاول نرضي الناس الاخرين على حسب مصلحتنا احنا والله برافو عليك <applause> العفريته هاي <applause> <applause> خليني اسحب لك يا لودي اسحب لك تسع اوراق لودي 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 ف شوفي على حسب ما جاك في هذه الاوراق بالنسبه للعمل عندك دراسات غادي ديريها او ترتيبات او تنظيمات ومازال غادي يكون عندك يا اما انتقال في عمل او تغيير عمل او سفر عن طريق العمل خلال الثلاث اسابيع المقبله حبيبه قلبي واذا ما كانش سفر او تغيير عمل فهو تعامل مع اجانب آه كيقولك الفال شوية رياضة وشوية اهتمام بالنظام الغدائي ديالك هناك رجل حنطي غادي يقولك أسرار وأخبار سيكون صريح وواضح معك هذا الحنطي وهناك رجل أبيض مهما غاب ومهما دار بظهره عنك فمازال زال آه بينكما أشياء إيجابية وكذلك هناك رجل أسمر ستستفيدين من خبرته ومن حكمته ورأيه ويقول لك الفال هناك إنسانة من العائلة ديالك أو إنسانة كبيرة في العمر كنت تهتمين بها قبل ولكن لم تعودي تتصلي بها ولا تهتمي بها فهي غاضبة عليك جدا والفال يقول لك اسألي على هذه المرأة من جديد حبيت حبيت سمرة عادستني ظروفها

راه النظام هو هكاك عندي انا هكاك دايره البث المباشر هو ما تبقي تكتبي السؤال سمعتي بقي بوكس خديديش عالم ايمان ميرا لويزا حنان ملياني سيليا ما كاينش سيليا غيتاج مريم زهرة ما تديريش الإيموجي غادي نبلوكيك احنا كنقولوا يا ربي يا ربي نتوما كديروا الايموجي لودي لودي نسينا ما قيدناش لودي زورا قولوا لي البنات قولوا لي اللي, قولوا لي اللي قولوا شي ما سجلتهاش قولوها لي شيماء شيماء عاشقة نفسها عاشق عيون حيلي عاشق عيون الجميل عاشق هدي الهوى حيلي ويلي 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 عاشق الاسمراني صاداني ورماني عاهدني ولا جاني يوم 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 اهيني من جماله اهيني من دلاله روحي والله حلاله تاتي تاتا تاتا تاتي تاتي ولا على بالي دغدغ شعوري بكلمة وكلمتين غادي نعود لما سمعت سميتها تقول انا بيك بوكس خديدي جعالم ام في دائما المي ميرا لويزا حنان ملياني ريتاج مريم زهرا لودي زورا شيماء عاشقة نفسها عيون الكحيل الكحيلي عاشقة أه ما ديريش الايموجي بلاتي نبلوكيك شوية واحد خمسة دقايق يلا هالفال ديالك غادي تسمعي ولكني ما غاديش تكتبي ياه احنا كنقول لكم ما الايموجي وانتم كديرو ما كديروا الايموجي عاش بغيتيني نجبت الصمتاء انا ما نجبد نجبت نشويكو ونبسالات جلستي تما ما غاديش تكتبي حتى تسمعي الفال ديالك بيلا ما كتبناك شابيلا فين كنتي عاد دخلتي دخلات وكتضحك زعما راني معاكم هذيك بيلا زعما راه مطوره مع راسها درتنا <applause> زعما راني كانت معاكم الله يعطينا وجهك ما حشمتيش وجهك ولا قفا كابيلا غادي يكون هذا السحب اللي بيق بوكس بيك بوكس كي يقول لك لا تكون حائر لا تكون متردد لا تزعل لا تغضب لا تتعصب هناك بشارة خير أمامك يعني شي حد غادي غدي يقول شي خبر اللي غادي يعجبك وخصوصا من الناحية المالية خدي ديج خدي ديش قالك جايين كتنتي فلوس ولكن دوك الفلوس اي وما غادي تفرحيش بهم لان يا لا وما غادي تشديهم من اه هنا وتبقى عاد تطرقيهم هذه خاصه للدار هذه خاصه هنا نخصني نعطي لهادي ايه. غادي يجيك واحد المبلغ كبير ديال الفلوس ولكن غادي ترقية غير على دوك اللي كاينين معاك في الدار وعلى الدار وخصني نبدل التريا ونبدل الطلامب لا لا خصني نشري داك الطبسيل راه زوين ديال الشلاضه ديال الشوا ديال قال لك سيري دوك الفلوس اللي غادي يجيوك سيري ديري بهم شي خير في عاد ديري دوك البوسات ما ديريش دابا ماشي دابا البوس في الاخر ديال البث المباشر بالله عن بلوكيك في الاخر هاي يعني ما بغيتيش تحشميها بلاتي نبلوكيك شويه كي راح تلخر. راه تل حتى للخر حتى نهايه حتى النهايه ديال البث المباشر عاد كنبوسو ماشي دابا كنبوسو بقا كتبوسي في وسط في لا لا راه بلوكي تخليت. خليت دابا تبقى تسمع حتى اوصل وصل الفال ديالها وغادي تسمع يلا ربعي يديك تما جلسي يبوسو الولي الصالح السير ضوي <دوال. ه> اه يا ربي عالم ام فيدا غادي تكوني محظوظه مع امراه كبيره في العمر تكون عجوزتك هادي ولا امك ولا خالتك ولا عمتك وغادي تكوني محظوظه مع راجل سمر ورجل بيض ما عفوش هادو من العائله ديالك المهم ها واحد السربوب ديال عباد الله هو غادي تكوني محظوظه مع المراه الكبيره ومع الراجل السمر ومع الراجل البيض فهمتي الحظ جاي معاك ايمان المي. ايمان لي مي ردي بالك شي, شي واحد يسرق لك دوك جوج فرانك اللي عندك واحد جوج فرانك مخبعاها يسرقوها لك واردي بالك وشوفي يا ايمان يمكن عندك جن عاشق انت عندك شي حاجه على الحياه العاطفيه ديالك شي حاجه موقفه لك الحياه العاطفيه حنان الحلوي عاودي حتى حتى المابوليتي اجنتي اها يلا باش تعاودوا تبقاو ديروا الايموجيات رسالات أمينة ملياني أمينة ملياني درنا حنان لا ميرا دابا ميرا درت إيمان المي دابا ميرا آه ميرا كيقول كي لك آه رجل حنطي كيبغيك ولكني ما كيعبر لكش على الحب ديالو غايب عليك ولكني مازال غادي يكون آه عندك آه معاه لقاء أو صلح ومازال عندك هنا وراق غادي تفرحي عليهم وانتي ما زال كين عليك شوية ديال السحر ولا شي حد كيدير لك سحر يا ميرا هاد الأيام أوكي شي واحد راه كيدفع فليسة تصح بغي يخسر لك واخا قونا واخا آه، لويزا لويزا كيقول لك عندك تحركات كثيره او سفر من مدينه لمدينه آه، او غادي تكوني يعني حركيه على النت او كتعاملي بار انترنت فلوسك قليله آه، مازال عندك سفر للبلد البعيد او غادي تجيك رزقه من البلد البعيد ولكن الا كنتي كتسناي سيناتور بخصوص حاجه على البلد البعيد فغادي يكون لك هذا الشيء هذا حنان الحلاوي كيقول لك شخص غاب مده طويله غادي تشوفيه او الشخص اللي كتفكري فيه غادي تشوفيه قريبا عندك هديه كبيره غاليه غادي تحصلي عليها او انت غادي تشري حاجه اللي هي غاليه عندك هنا رجوع لما تشمل او حضور وليمه او لقاء او اجتماع آه، ملياني ملياني الصحه جيده اتصال هاتفي من رجل آه اداري آه، عندك لقاء معه آه، غادي تكوني جذابه فاتنه مقبوله الناس كلها كتقرب منك اذا قلنا هنا رجل يعني آه، رجل اعمال او رجل اللي آه، هو اداري او رجل اللي عنده همه وشان هذا الانسان غادي يتصل بك قريبا وغادي يطلب منك لقاء وهذا اللقاء, اللقاء غادي يكون ناجح ريتاج مريم آه يقول لك هنا آه عندك ضيوف هاد الايام او ضيفة غادي تجي لعندك راجل كيف كيفكر فيك كيبغيك ولكن كاين طرف ثالث اللي واخد عليه العقل هاد الانسان هذا آه ريتاج مريم هاد الانسان اللي ما مزوجة باغي الزواج بيك ولكن غير تفك منه هاديك لان مازال كتعشلو في الدماغ اما هو نيتو صافية وقلبو بيض مازال غادي يكون عندك معاه خطوبة او زواج زهرة زهرة كي عندك انتقال من مكان لمكان او عملية تجميل او اهتمام بالرشاقة والجمال ديالك وعندك اخبار واسرار غادي تعرفيها وغادي تكتشفي امور خاصة بالعمل اذا كنتي عامله او موظفه او كنتي كدرسي فهي امور غادي تكتشفيها وغادي تعرفيها وغادي تعرفي اسرار ديال العمل و اذا كنتي عامله او موظفه فكاين معك راجل حنطي اللي منتبه لك ومهتم بك هذا الشخص هذا اذا كنتي ما مزوجاش شخص يقدر يكون معك في العمل او كيشتغل كي في الامن في الدرك في الجيش في القوات المساعده او كيلبس كي لباس خاص في العمل هذا الانسان غادي يكون معاك في الايام المقبله آه، نشوفو لودي <applause> لودي آه تيقول آه، شويه ديال الرياضه آه، ديري شويه التحاليل لان ممكن يكون عندك نقص في شي فيتامين ولا آه بحال هكا وكيقول لك راجل حنطي آه، حتى انت مهتم بك هاد الحنطي كاين معاك في العمل آه مهتم بك ومعاه غادي آه، يكون هضره وكلام وحاجات إيجابية مع هذا الإنسان الحنطي ماشي بدوري <applause> هذا واحد آخر هذا واحد آخر معك في العمل غادي يكون عندك معاه هضره وكلام وبحلة غادي تطور انت وياه في العمل أو غادي تشتغلوا مع بعض زوغا زوغا كي لك ها واحد الحفلة غادي تحضري لها قريباً يعني غادي تقدي وغادي تمشي تكري غوب دو سواغي وغادي تمشي عند كوافوره وغادي تزيزي وداك الشيء ايوا قال لك ردي بالك في هذه هاد الحفله هذه تمشي تسرقي تمشي تشمتي ديرها بك شي حد من الناحيه الماليه امورك جيده راه مازال غادي تجيك فلوس قال لكم ما تسمحيش في حقك شيماء شيماء كيقول لك غادي تعرضي للخيانه انا النمونه شيماء الا كنتي مزوجه عندك طلاق وبعد الطلاق رجوع انا كنعطيك الاحتمالات كامله شيماء الا كنتي مزوجه ومطلقه ياك غادي يكون عندك رجوع إذا إيه كنت على طلاق فالطلاق غادي يتم ومن بعده غادي تعاود يكون عندك رجوع مازال عندك شيء ثمين غادي عليه اما غادي تشري سياره اما حاجه ذهب اما آه تحصل على مبلغ مالي كبير اما هي رزقه كبيره جيك قريبا واذا ما كنتيش مزوجه فهنا آه كينا خيانه حتى الا كنتي مزوجه راه خيانه من طرف الزوج ولكن كان عندك حبيب فداك الحبيب غير بعدي عليه لان هذاك الحبيب اللي انت معاه باغي غير الزهو والمتعه والنشاط ولا اللومالي آه عاشقا عيون الكاحيلي عاشقة عيون الجميلي عاشقة هدي الهوى حيلي ويلي 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 عاشقة لصمراني صادني ورماني عاهدني جاني يوم, يوم 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 فينها عاشقة عاشقة كي يقول لك عندك ضيوف من برا أو ضيوف أجانب استني يا استني يا قلنا بالنسبة لعاشقة فتي يقول لك هنا انسانة انسان اللي آه، هي فهمتني قالت <applause> لي اوكي <applause> فزيتها آه، فزيتك من مكانك يا اختي يا جوني آه، ما كايناش هذيك عاشقه غادي نشوفو بيلا بيلا مازال ما تفك عليك الحصار بيلا بيلا بلا ايوا من الصباح وانا كنقول لك عاشقه علاش ما كتهضريش مالكي ساكته خفتي خفتي تهزي صبعك جاوبي وضحكوا عليك عاشقه عاشقة عندك هنا ضيوف وهذا الضيوف هادو أشرار فشوفي نقولك إلا إيه مشات جات عندك شي مرة أو بنت آه في الأيام السبع المقبلة فهديك الإنسانة سحارة يعني حاملة معاها أصحار وراح تعمل لك شوية أصحار أوكي فهمتي يا عاشقة ردي بالك دابا كيبقى العلم لله ياك سمعتي يا عاشقة كيبقى العلم لله حنا كنديرو هنا الفال بالنية وأنا تنقول يا ربي تجي شي حاجة اللي تفيدكم فالسبع ايام حتى العشر ايام الا جات عندك شي ضيفه سواء كانت مرأة او بنت ردي بالك منها ردي بالك من الاكل ديالها اعطتك شي كادو عطاتك تشربي جاتلك شي حلوه رميه في الزبل سمعتي لان هذه باغيه تسحرك وغادي تسحرك فاش على حياتك العاطفيه حيت ما باغياكش تكوني مرتاحه عاطفيا وانتي عاشقه الى كان عندك مشكل طبي او مثلا عندك مشكل في الرحم او في المناطق الحساسة او في الكلي او في الصدر يك فضروري تمشي ديري العلاجات لا تسكتي ولا تنامي ولا تهمليش نفسك اوكي حسيتي بحاجه في الثديين في الرحم مسالك تناسليه كيلي يجري اهلا يا كرز اهلا اهلا يا اختي يا مرحبا بيلا بيلا فتح عليك الحصر ولا مازال ما مسكينه دابا راه محبوسه ديك بيلا بنتي <applause> كتبكي بلا سبب يا اشتي راه موجده لك شي تخندلست ها بيلا على <سؤال> سلامتك او الزين وما عاد او على سلامتو او على سلامتو ها بلا جات او جيت متاخره مش مشكل يا اختي مش مشكل يا روحي حنسحب لك يا كرز أه بيلا كيقول لك أه غادي تكوني منظمه مرتبه غادي تكوني كتغيري التصرفات ديالك التعامل ديالك أه مع أه الرجال أه كيقول إيه لك أنتي كنتي كتعرفي شي واحد السمر حتى انت ردي بالك ما تقيش في هذا السمر قالت لي لطيفه بلوكيتيني وانا كنت غير نبوس مليان ما كاينش البوسه البوسه حتى الخرا صاحبتي اسمعي ايوا انت راه ماشي اول مره معانا يعني البوسان كنديروه في الاخر ديال البث المباشر داك الساعه شبعوا موسان في الضريح ديال السردوان قونا مازال كاينه قونا فبلا قلنا عندك غادي تكوني كتغيري التصرفات ديالك والتعامل ديالك مع الذكور وكيقول لك يا بلا الا كنتي كتعرفي شي واحد سمر ردي بالك منه هذا غادي يخندلسك مزيان غادي يخنلسك مزيان فردي بالك هذا يدير لك عكوسات يدير لك بلوكات يدير لك اسحار ردي بالك ما تمشي معاه ما تجلسي معاه يا ردي بالك يمشي يدير لك شي فضيحه انا تنقولها لك سمعتي غونا ماما غونا غونا يور ار يو ار فيري جود اباوت يور هيلث ياك هيلث هي الصحه بالنسبة للصحة صحتك ممتازة يا جونا الصحة تمام 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 في راجل في راجل يحبك ولكن في وحدة ثالثة يعني طرف ثالث في وحدة حبة تاخد منك والراجل هذا مازال حيكون بينكم صلح ومازال الإنسان هذا حيحكي معاكي أشياء جديدة ويقولك أخبار وأسرار ما كانش في علمك still remember me yes he still remember you if he is not black not white between اسميت القمح ا بوكس اسميت القمح شرحتي لها واش هاد الزمر هذا ممكن يسحر ليا ايوا راني عطيتك المواصفات الا كان بهذاك المواصفات اللي عطيتك راه هو هادك. قولوا لها صحه جيده الرجل اللي كتبغي مازال كيبغيها وكيفكر فيها وباغي الرجوع ولكن اللي كاينه وحده واخده عقلو وقولوا لها مازال غادي يرجع عادة وغادي يخبرها كل شيء غادي يكون صريح وواضح معاها ويعود لها الحاجيات من الاول حتى الاخر قولوا لها قولوا لها مريضه هلانيه حاضر حاضر كرز خليني أسحب لك يا كرز فوز الميزر <applause> Give me money and I uh, I give you Lucky card You may uh, Send me in the WhatsApp About Western Union Okay آه ربي لا منسيتش ايمان لمي ما نسيتهاش هي اللي ما تبعاتنيش ما انا راه عليها ايمان لمي فاش قلت لها جاياك شي شويه ديال الفلوس ردي بالك لا يمشيو يديوها كل واحد يترجم لوحده <applause> اوكي اذا كارز كيقول لك لا تكوني حائره لا تكوني متردده اعملي لك شويه رياضه وحركه واهتمي بالشغل ديالك ف راح توصلي لأشياء اللي هي غير متوقعه فعندك علو شأن في العمل ديالك او حاجات جديدة راح تحصل في العمل أو فرحة كبيرة راح تحصل في العمل فزيدي اجتهدي في العمل لأن غادي يكون عندك مركز كبير أو تكوني مشهورة أو تكوني عالمية دين النبي السؤال حب الملوك أهلا يوميات يوميات مرحبا هاتي السؤال الاول سيدي وصالك زاد عليا حنيني زدني دلالك عشقي وانت ناسيني قلت لي السؤال على الحنطي اللي في قلبي بقى شنو احواله شنو عامل شنو عنده آه عندو شي حبيبة آه، غيري كدا يفكر آه، وخا هي الأولى نشوفو هداك أش كيدير أش كدير نتا كاتليك نتا ماذا تفعل ماذا تفعل أنت أيها الرجل غادي يكون هذا الفال ديالك وهذا الرجل الحنطي اللي هو في بالكم شوفوا ماذا يفعل هل عنده حبيبه في ماذا يفكر اه ليظهر نعم اه استني نشوف فالزهراء علاش الناس كيديروا الفال في الخاص فهمتي علاش الناس كيديروا الفلفل الخاص يا زهره بحال هذا السؤال دابا اللي طرحتي فكنعطيك وقتك الكافي وكتهضري على راحت راحتك اما باش نشد لك انت هنا ونبدا نجاوب وندير لك الفلفل مستحيل مستحيل لان هنا بنت مباشر اما لما تبغي بحال هذه الاسئله وتبغي التفاصيل والتدقيق تعالي للخاص و دفعي الاجر ونعطيك الوقت ديالك ونتكلم معك على المباشر وقولي لي واش هذا من الماضي من الحاضر اش بغاك دا, دا ودك ساكن الساعه تعود انا وياك وساعتك كلها كتاخدي الوقت ديالك فهمتي شوفي يا حياتي يقولك لك أه الحين هذا مازال لحد الان لازال في حظك لحد الآن ونيته الاتصال بك ومحادثتك، والإنسان هذا إنسان صريح وواضح، ويتعذب ويتألم، وينظر ناحيتك، يتمنى متى وكيف. يعني كيقول كي كيف القاها وكيف احدثها فحامل هم هذا الانسان هذا امتى يهضر معك امتى يتلاقى معك اوكي فما ما عندوش الحبيبه ما فيش الحبيبه ما كاينش الحبيبه هو عنده سنقل سينقل اوكي سينقل هو هنا أنتي تيقول لك عندكم فرحة في الدار على فلوس على أرزاق وأنتي طايحة عليك الفلوس ومناسبة سعيدة بعد ثلاث أوقات يعني بعد ثلاث أيام أو يوم الثلاثاء المقبل حتكوني في حفل في مناسبة في عيد ميلاد وكده بالنسبة للعمل ما تحمليش هم لا تضايقي العمل عندك فيه النصر وعندك فيه الأرزاق وبالنسبة للحياة العاطفية يقولك هذا اللي راح أشيله اللي انت مش حباه حشيله ححذفه أصلك قلتي لحزفيه من الفال هنا حزفته فبقى لنا هنا الرجل اللي كده كلاس الرجل اللي كلاس شفتيه بيفكر فيك ليل ونهار بيحبك حتى ده مازال حيظهر هو إنسان مطلق وعنده أطفال ده اللي يعني ما وهدوم انسان كده فشخره ايوه شلناه يا اختي شلناه يا روحي اديني السؤال التاني قلاس نعم قلاس بارارام بارارام شوفي شوفي لما كيطلع رجل كلاس او عنده منصيب فما كيطلعش لون لون البشره ديالو ما كتطلعش في اول البت يا ورد الجوري ورد الجوري قبل ما منسد البث المباشر زلق السهم للبداية ديال البت فأنا عملته في الأول فرجعي شوفيه عملت هذاك ديال الفئات العمريه الفال على حسب الفئات العمريه في بدايه البت <applause> <applause> حب الملوك كتبتي لي السؤال شوفي انا والحنطي فرق عمر بينا توافق كده ودخلنا في علاقه آه. فرق العمر والتوافق حاضر نشوف فرق العمر <applause> حبيبي العمر مر الخريف صير را. نشوف التوافق بينك وبينو وفارق السن لحظه بنوات لحظه 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 شوفي سبعين في المية توافق سبعين في المية اوكي تترى لي فارق السن حتى فارق السن يكون بسبع سنين سبع سنين حتى ل 12 سنه ما بين 7 الى 12 سنه اوكي ما بين 7 الى 12 سنه فرق سن ما عطانيش بالضبط التحديد بالضبط ولكني ما بين 7 الى 12 سنه و 70% توافق بينك وبين هذا الانسان هذا الانسان آه يغار يغار كثير انسان محب آه انسان يحب الاستمراريه آه إنسان عملي آه إنسان يبغي الحوار يعني يسمع آه يسمعك ويبغيك تسمعه آه أنت مرات آه تملي تملي من, من الشخص مرة هنا كيبان بحال مرات تبغي تنفردي بوحدك او آه تملي او تبغي تديري حاجات اخرى هذا هو اللي ممكن يكون خلاف خلاف بينك وبينه هو كيبغي بيتوتي ودائما يكون معك ولكن انت بحال كتقولي خصني نتفك ضروري خصني غير جو ضروري يوم يومين اروح ابعد عنه وبعدين ارجع بعد بعد <applause> هذيك الصباح ما بقاتش جات مسكينه معرف ما في مالها مم. عارفه نفسك مم. وصلت 12 ها ويلي الوحده هذه نوضي تجمعي راسك تمشي تكي مع راسك غادي نسحب لكم البنات حتى تسالا الكارطه هذيك الصباح مسكينه ما عارفينها ويه غبرات لا صافي ما كاين لا زوج لا عشرة صافي غادي نسد صافي. صافي 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 سكت حتى كلمة صافي ف اللي طلعت ليا سمية نجبد لها الحظ ديالها ولا واحد في المليون خلاص غادي نمشي نيني نيني نينيو آه ان شاء الله يكون خير غادي يكون هذا كرز كيقول كي لك آه ستصرفين اموال في الايام المقبله بيك بوكس كيقول كي لك رجل ابيض عندك معاه خير خديديش كي يقولك آه غادي تكوني كتهضري كثير على النت هاد الايام امينه ملياني كيقول كي لك سهر بالليل آه ميرا كي يقولك جيك جي فلوس امينه ملياني جايك فلوس زهره هديه كبيره غادي تحصلي عليها او شيء ثمين آه غادي تشريه آه بلا نفسيه شويه تعبانه هاد الخمسه ايام آه خديدي رجل جراج مازال عندك معاه حاجات ايجابيه ورد الجوري جيك فلوس آه كثيرة آه كرز مازال غادي يكون عندك سفر للخارج او تعامل مع اجانب آه ايمان الميت اتصال هاتفي او رد على طلب او على رسالة ورد الجوري آه ضيوف عندك هاد الايام زهرة خبر او سر غادي تعرفيه الايام المقبلة آه خدي آه تيقول تي لك ما تديهاش في الهضراء ديال الناس بيك بوكس كيقول كي لك آه رد بالك ممكن تعرض لأسحار هاد الأيام هذه عاشقة نفسها رجل حنطي يحبك لكن لا يعبر عن حبه عاشقة نفسها يقول لك الأيام المقبلة غادي تكوني جذابة وفاتنة ومثيرة أمينة ملياني مازال غادي تعيشي الحب والحنان والرومانسية ميرا عندك لمة تشمل أو لقاء أو صلح رجوع خدي عين وحسد عليك سلمى أه تلايف في الوالدين وصلة الرحم وتصالحي تسامحي عالم أم رجل حين كيعزك عزك ولكني ما كيعبرش اللي المعزة والمحبة ديالو بيك بوكس الصحة في تحسن أمينة ملياني غادي تكوني كتصرفي فلوس أو كتشري أو كديري تبضع هاد الأيام خدي ديج غادي تكوني محظوظة هاد الأربعة أيام المقبلة خدي رجل راجل السمر غادي تستفدي من الحكمة والخبرة ديالو والرأي ديالو لويزا أمور إدارية عملية غادي تكون ممتازة الأيام المقبلة بيج بوكس كيقولك الرياضه الرياضه والاهتمام بالنظام الغذائي ديالك امينه ملياني بشاره خير قريبا آه عاشقه نفسها عندك خطوبه زواج او فوز او نجاح قريب ريتاج آه مريم آه تطورات وتغيرت في الحياه ديالك هذه الايام هذه أه ورد الجوري غادي تكوني مهتمه بالامور العائليه والامور الخاصه بالسكن زهره كيقول كي غادي تعرضي الخيانه او هو أه فراق او أه غيار او الفلك أه الفال لك اهتمي بالصحه ديالك لان ممكن تكون عندك شي حاجه وانت ما البال من؟ أه مين 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 ما شفنالوش مين بيلا كيقول كي بالك من السرقه من النصب والاحتيال מין משופנלוש, מין, יום יומיית... יצא مينا كيقولك حضور آه وليمة أو مناسبة سعيدة أو سهرة أو عيد ميلاد قريبا وتيقول لك آه أو دبيحة صدقة وكيقولك بلا ما تكوني مترددة وحائرة دائما اغتنم الفرص وجربي حظك آه عالم أم في دا كيقول لك عندك صلح أو لقاء مفاجئ صلح أو غادي تلاقي معاشي حد هكا آه صدفة وانتي خارجة شكون اللي ما شفنا لهاش مين 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 هو مين تا تا تا, تا. مين بس مين ايمان المي ايمان المي كيقول كي غادي تكوني كترد غادي تخملي كترتبي كتنظمي الامور ديالك كتجمعي الحوايج ديالك ايمان المي آه غادي تشوفي شخص غاب مده طويله او غادي تتعرفي على شخص جديد في شهر 12 شكون اللي ما شفنالوش. عفوا شكون اللي ما شفنا على فارت امينه ملياني امينه ملياني كيقول كي لك امور خاصه باوراق غادي تفرحي عليها قريبا اوكي شي حاجه خاصه بعقد رخصه شهاده وكذا عفوا 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 بنوات عفوا ايوا دابا اللي بغى يبوس يبوس اللي بغى يعنق يعنق اللي بغى يدير الايموج يدير الايموج يلا انطلقوا عفوا يا زهره يلا انطلاق اللي بغات تزوج مازالكم حظوظ قليله جدا معنا الولي الصالح سيدي رضوان ملق بخضرة بوسوه عشر بوسات ومن بوسته عشر بوسات ورد لها القبلة فسيكون له الزواج قبل نهاية هذه السنة أو خطوبة أو سيحصل في حظها العاطفي شيء لم يكن في الحسبان فبوسوه قبل فوات الأوان إنه الولي الصالح السرد من القبة خضراء بوسوه عشر بوسات لتتمكنوا ويحصل المراد إن شاء الله واذكروا اسمه عند البوسات وهو عندما سيرد لكل واحدة من كن البوسات فسيقول اسمها ومن رد البوسة مع الاسم فلها الزواج أو الخطوبة ومن قبلها دون أن يكون الاسم اسمها مكتوب فلا زواج ولا خطوبة لها هذا فالكم وهذا ما يوم انت رجل راجل ناقص عاشقة نفسها قبلته اربعة قبالين قبليه عشر قبالين حتى تحصلي على المراد وقبلتها تسعين وتسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل تعلق قلبي فتن عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي طيف عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل صافي يبرا الزوج ان شاء الله صالح العويدان اهلا صلح وانا وغزالي واش غادي نقول لكم تصبحوا على خير ان شاء الله نعاس الراحه ان شاء الله تفيقوا كلكم طاقه ايجابيه وحيويه ونشاط ان شاء الله نهاركم غدا يدوز سهل مهل ربي يحقق الاهداف ديالكم بسهوله بيسر بافضل الاحتمالات تهلاو في راسكم استمتعوا بالحياه بغيو راسكم بغيو الخير للاخرين حبوا نفسكم ورسلوا طاقه حب للكون واستقبلوا طاقه حب من الكون شكرا للتواجد ديالكم للتفاعل ديالكم للدعم ديالكم كنبغيكم بزاف مواحات تهلاو فرسكم ان شاء الله غدا الرحمن الرحيم مم. يا حلوين يا مزقططين ها حمادي جا فين كنتي حمادي عاد دخلتي يا سوبرمان <applause> اين كنت دائعا بعد نص الليل يا خونا يا حمادي <applause> لقد تأخرت عن المجموعة <applause> لقد كنت في بتلف وتدور يا خوي <تصفيق> <تصفيق> يا أهلا وسهلا حمادي لقد أنهينا البث المباشر نلتقي غدا يا حبيب قلبي ومهجتي وفؤادي إلى اللقاء كنبغيكم بزاف مواحات